أمجد أغيب أكرم وألمى، ضحكات الطفولة البريئة التي رسمت البسمة على وجهي أمهم وأبيهم بعد طول انتظار. اليوم الآباء يحتفلون بعيد ميلاد أبنائهم الثالث مع برنامج اليوم، يستذكرون الألم بضحكات ويستبشرون بغد مليء بالمسرات لهم ولتوائمهم الأربعة. ضحكات ملائكية تملأ البيت ومشاعر حب تطوف في الأرجاء. اللقمة الواحدة تقسم على أربعة أفواه صغيرة لا تمل من ممارسة الدلع على أبوين أزهرت حياتهما بعد طول انتظار. هم يستقبلون سنة ثالثة كعائلة مكتملة الأفراد، لا يمكن صفها سوى ذكريات أليمة كادت أن تمنع الأطفال عن أمهم. هي كانت فترة كانت صعبة علي كتير، إنه يعني أنا بحاجتهم وهن بحاجتي، وكان يعني الموضوع المادي ما كان بإيدي، إنه طالع بإيدي شيء، وعدت علي فترة نفسية وقتها كتير كانت صعبة. الحكاية بدأت قبل 3 سنوات، فرحة لم تكتمل شروطها، فبعد 5 سنوات من الانتظار أبصر النور هؤلاء الملائكة لتقف تكلفة الولادة التي بلغت حينها أكثر من 500,000 درهم عائقاً أمام خروجهم من المشفى وعودتهم مع أمهم. هي أكثر من 500,000 درهم، هي تقريباً شيء 650. موضوع المالي كان هي بتوقف على كم يوم بيقعدوا في الحضانة، وما هي مثلاً الأدوية اللي بيحتاجوها مثلاً، إنه هي بتوقف هذا السعر. اللجوء إلى القانون كان خياراً لحسن ورنيم، ففاتورة الشوق فاقت بكثير فاتورة المستشفى التي خفضت السعر إلى نحو 500,000 درهم، ليظل المبلغ كبيراً على حسن ذي الدخل المحدود. قالوا لي إن المستشفى رافضين يطلعوا الأولاد من المستشفى، فأنا على طول روحت عند العميد محمد المر، قال لي أرجع أكلمهم أقول لهم إذا ما طلعتوا الأولاد نعمل لكم مشكلة قضائية. فعلى طول اخذت التليفون، اتصلت في المستشفى القسم المحاسب، فخبرتهم قلت لهم اذا ما طلعتوا الاولاد من المستشفى بنعمل لكم مشكله قضائيه فيها. في بعض الاوقات مثلا لو صار لا سمح الله يعني بين في عائله واحده الا اجراءات خاصه عن طريق شرطه دبي او عن طريق حتى هواتف خاصه نستطيع نحل هذه المشاكل قبل ما توصل لجرائم. فاعل خير وضع اللمسات الاخيره على الحكايه، وتمت تصفيه الحساب مع المستشفى لتنتهي المعاناة وتستمر مسيرة شاقة عزيزة وممتعة في آن على حسن ورنيم بعد هذا الحفل. في برنامج اليوم على الحرة من عجمان، فائزة العزي.